وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل. سيادة النائب، يعني كيف ترى أهمية دعم الحزب في هذه المرحلة للقيادة السياسية لمواصلة عملية التنمية وترشح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية؟ تحية لحضرتك ولجميع المشاهدين. الحقيقة حزب إرادة جيل أحد أعضاء تحالف الأحزاب المصرية، عقد عديد من الجلسات والاجتماعات الخاصة بدراسة الموقف في الفترة القادمة من انتخابات رئاسة الجمهورية، وسألنا نفسنا سؤال الحقيقة وأنا بتمنى كل الناس تسأله، إحنا كنا فين وبقينا فين؟ كنا فين من قبل 2014 وما قبلها، وبقينا فين في 2023؟ وهل في إنجازات موجودة على أرض الواقع؟ هل في مشروعات بقت موجودة، مشروعات عملاقة؟ هل في زي ما حضرتك كنت لسه بتقولي آبار بتطلع غاز؟ هل في تقدم إلى الأمام أم إحنا واقفين مكاننا وما بنتحركش؟ أهم النقاط اللي إحنا بنعيش فيها الحقيقة كان ملف مهم جدا، وهو ملف الأمن والأمان. الأمن والأمان اللي إحنا كنا بنفتقده، واللي هو أساسا اللي بيوصلنا إلى الاقتصاد وإلى السياسة وإلى الاجتماع وكل الكلام ده كله، أساسه الأمن والأمان. احنا كنا في فترة معينة ما كانش عندنا اي امن لاي انسان او امان وهو ماشي في الشارع، او لحضرتك كنت بتتحركي في الشارع. سيادة الرئيس لما تولى الدولة وهي الحقيقة منهكة خالص وما فيهاش اي اركان، كان الامن فيها غير متواجد، وكانت المصانع متوقفة، وكانت الدنيا مش واضحة لمعالمها لاي حد. نعم. الملف ده لما نجح التكاتف الشعبي مع القوات المسلحة المصرية ومع الشرطة المصرية ومع قيادة محترمة بتحب شعبها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، قدرنا نعدي المرحلة دي ويبقى في أمن وأمان بشهداء بنوجه لهم التحية ولأسرهم. وصلنا إلى أمن وأمان يستطيع أي إنسان إن هو يشتغل في مصنعه، الفلاح ينزل أرضه، الناس تبتدي تتحرك. نعم. لأن في مشروعات على أرض الواقع. يعني في بيان خاص بالحزب، يعني جاء القرار بالرغبة في ترشح السيد الرئيس مرة أخرى للانتخابات الرئاسية للحفاظ على المكتسبات التي تحققت على كافة المستويات سواء سياسية اقتصادية أو اجتماعية. ماذا عن خطة الحزب لدعم السيد الرئيس في الانتخابات القادمة؟ احنا بالنسبة لنا في الفترة الحالية بنطلب من سيادة الرئيس يترشح بداية، ثانيا احنا كحزب وكأحزاب مصر كمان، اغلب يعني بنسبة كبيرة جدا تكاد تصل ل 90% من احزاب مصر كلها، وحزب إرادة جيل من ضمن هذه الاحزاب وتحالف الاحزاب المصرية، كلنا هنكون في الفترة القادمة بننظم نفسينا للتواجد في الشارع مع الناس ومع اعضاء الحزب، هم مواطنين مصريين، كلنا هنشتغل لصالح العملية الانتخابية، تنظيم العملية الانتخابية، الوقوف بجد وبصدق في رسالة نبعتها إلى العالم بأن الأحزاب المصرية والمصريين بكامل القوى الشعب بكامل فئات الشعب واقفين عشان نقول للناس كلها والعالم كله إحنا بنطالب السيد الرئيس باستمراره في مسيرة العطاء والتنمية في مواجهة التحديات المحيطة بمصر والمصريين واستمرار الأمن والأمان، وده مش هيجي إلا بتماسك الشعب مع القوات المسلحة ومع الشرطة المصرية ورجال القضاء والإعلام المتميز. كلنا مع سيادة الرئيس وكلنا بنطالبه بالاستمرار، لأن في إنجازات تمت على أرض الواقع وقريب جدا كلنا بنجني الثمار، وطموحاتنا مش هتقف عند حتة معينة، بل بالعكس هنفضل نطالبه بالمزيد من الإنجازات والمزيد من التقدم لصالح المواطن المصري. أشكرك جزيل الشكر سيادة النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل.